فالإنسان هو المتحكم في الجبال وفي الأودية بعد الله بحكمة الله بما ربنا يعني مكنه فيها، فأداك تمكينك إنك تتمكن من المخلوق هذا. هو صحيح إنهم يعني أخواننا في الدين، يا أخواننا في الرسالة، يعني رسولنا عليه الصلاة والسلام أرسل للثقلين، فيهم من القبائل الكثيرة موجودة، وفي جزيرة العرب قبائل كثيرة وقصص كثيرة عنهم، يعني قبائل كثيرة في ناس حصلت. طيب هل في عندكم قدرات أعلى من البطاقة؟ يعني مش ديش أحكي طاقة، والطاقة غلط، مش فيش طاقة، بس كقدرات مثلا عندكم هيك شيء بتشعروا أنتوا أنفسكم بهيك شيء؟ ما هو زي الكبار في السن، يعني مثلا ممكن انك تقابل شخص مثلا تعرفه انه هذا الشخص كويس او لا، او ترتاح، ما بعرف كيف بدي اوصف لك اياها، يعني تبغى تقول فراسه، يعني خليها زي فراسه عاليه اعلى من البشر. موجود ممكن تخف من جيل لجيل، الحفظ، الذكاء، قص الاثر، الاشياء هذه كلها هذه موجوده، يعني ممكن الاثر، يعني تعرف اثر مين ديانا جابت لك صورة بالله لو كنت بصورة ثالي لو سمعتي. طيب أنا عندي سؤال، يعني أنا أؤمن إن هذا الشيء يصير، لأن عندي ولد عمتي مو متوفق في ولا زواج، ومعروف يعني كلنا عارفين قصته يعني من زمان، بس ما ندري هو متزوجته العاشقة أو لا، ما ندري. بس أنا عندي سؤال، اللي إحنا نعرفه عن عالم الجن إن هم دائما يوهمونا، أو إن يعني هل من الممكن يكون هذا إن هي كذبت عليه مثلا هذه لعيالك، أو هذا فعليا شيء يصير؟ إحنا نعرف إن دائما يوهمونا، يعني يوهمون هذا شيء حقيقي، يكذبون إن هذا شيء. أنا ما أتوقع إنه عندهم المقدرة على الخفة، أنا بس ما أعتقد عنده المقدرة على إنه يعني يقدر بوك بتزوج وبتصير علاقة. أنا اللي أعرف إن هذا يصير، هالشيء أنا أعرف إنه يصير. شروط. في شيء ناس واجد تخلط فيه الفرق بين الجن والشياطين. شروط. آه، أوكي. لا، بس لا يمكن خلط، مستحيل إنك ما في ناس بيقولوا مستحيل إنك تقدر، يعني هاي التهجين إنك تهجن بين البشر والجن. ما بعرف. وعلم والله علم الله واسع، ولكن في شروط، يعني في شروط وحسب ما البشر تختلف. يا أخوي أي عالم يعيشوا بعالمهم ولا عالمكم؟ إذا بعالمهم شلون يجوا لعنا؟ يعني إذا أنتوا هسه مثلا أنت نصك نص مثلا جني نص إنسي، حلو؟ طيب أنت عايش بعالمنا وبعالمهم ماشي، بعدين أنت بتيجي على عالمنا، ما هو مش منطق. في أشخاص موجودين الآن، في ناس في المدينة، في ناس في جيزان، في ناس راحوا للجن وخطفوا من قبل الجن وطلعوا من قبل الجن. يعني في عندنا واحد من أهل المدينة، هذا خطف لسبب أنه دعس له قط ما يدري عنه، فقالوا أنت ضريت القط هذا، وكيف أنت يعني تعديت عليه؟ فقال أنا نبهته قبل لا أضربه، قبل لا أكسره وكذا، نبهته. إيه، فأقيمت يعني عليه قصة موجودة، والرجل توفى قريب، أخذوا عليه عهد إنه ما يضر، بس يعني ما يضر قط على وجه الأرض، وإنه يحاول إنه يكرم القطط. فالآن يعني بالوقت هذا الآن لو رحنا لبيته تلقينا إن القطط حوالين البيت حقه في أعداد مهولة جدا، ومورث عياله ان القطط هذه تبقى زي ما هي، ياكلها ويشربها وموجوده. تمام، بس هي اللي بتحكي اختلاط مع عالمهم، بعرف يعني انا عن خبره بقول لك، نعم اختلاط بعالمهم، انا شخص سحري وجن كل فاهمه، فبتقدر تختلط عالم، لكن انك تنتج عن هذا الاختلاط خن اطفال. انا شوي 10 دقائق برجع لكم. بس يمكن والله قفل يا الحارث، خلاص سكري مش مشكلة، هنا 10 دقائق برجع، بس اشوف الولد عم بزمر لي برا بالسيارة شوي. اذا بدك سكري مو مشكلة. ابو محمود ممكن تجي عند ايتون؟ بروح اذا فاتحة، بس بروح لها. ايوه فاتحة، بنتقابل ان شاء الله هناك، الله يحفظك. حضر اللي انا كنت ماني مؤمن فيها، يعني ما هي راضية تركب راسي. ما ادري انت اذا عمرك دخلت بث الدكتور محمود، مش ابو محمود، دكتور محمود. لا، الدكتور محمود مختص، يعني مختص، يعني بقعد ممكن يفيدك اكثر منه، لانه هو عالم. يعني انا قعدت انا وكويلي ذاك اليوم فتحنا معاه يعني بث كامل فقط عن موضوع الزواحف، انا ضد موضوع الزواحف، كويلي ضد موضوع الزواحف، هو لا بيشرح لك اياه بطريقه ثانيه، بيقول لك انه هنالك اثار
عليها راسمين منذ مئات السنين محطوط عليها فعلا هذول الزواحف صدقا. لا الشياطين هذه ممكن يعني حسب ما تفضل اخونا ممكن انها شياطين، ممكن الغيلان، ممكن عالم الجن، لانها كانت موروثه الارض يعني. انا اؤمن بوجود الجن، اؤمن بوجود الجن الطيار، الجن العاشق، هذول موجودين صدقا. اوكي قبل رساله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كانت السماء مفتوحه لهم، كانوا يتحكمون في اشياء مع البشر كثيره، ولكن في رساله سيدنا محمد قفلت الأشياء هذه. يعني بعد رسالة سيدنا محمد فيه وضع، وقبل رسالة سيدنا محمد فيه وضع. فهذا اللي المفروض أنه يدرس، إيش الفرق اللي حصل بين الرسالة يعني بين الرسالات ورسالة سيدنا محمد، لأن بوابات السماء جميعها برسالة سيدنا محمد حينما نزل عليها الوحي في بداية الرسالة، ما هو بداية خلقته، لا، في بداية الرسالة قفلت السماء، حتى الجن نفسهم استعجبوا إيش اللي حصل، إيش اللي صار، إلين ما قابلوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في وادي الجن في مكة. فيعني من المنطلق هذا من قبل الرسالة كيف كان تعاملهم مع البشر، وكيف كان تعاملهم في الأرض، وكيف كانوا يعني هل هم يختلطون في البشر فعلا، ممكن إنه كان موجود يعني من النقطة هذه ممكن أنا، ولكن بعد رسالة سيدنا محمد لا. أنا ما عمرنا وصلتنا، أقطع كلامك بخير، رسالة أو حديث أو قصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله في حدا خلف من الجن، تلبس جني، أوكي هاي الأشياء، الجن وهيك، بس ما يعني لم تذكر حادثة نسمع عنها إحنا. صحيح، وأنا شوف ترى أنا والله يا أخوي بقول لك إياها، أنا دخلت بهذا العالم بسبب أحداث معينة صارت معي، والحمد لله طلعت منه بالسلامة بسبب إشي معين لله. كمان الحمد لله فيش داعي لحفل الناس، لكن أقول لك إياها هناك مستحيل إنه تتم، يعني الـ ممكن يعني زي ما حتفضل أخونا قال يوهمك إنه هذا الإشي صحيح، ممكن وهم، لكن ما أتوقع إنه أو الشخص اللي بيحكوا عنه مثلاً إنه هذا من الجن متلبس. والله هذا هم يعتقدوا، هذا الشخص يعتقد فعلا، لانه هو بيكون فعلا في عالم الجن، هو شوف اشياء تختلف عنا، بس مش شرط يكون، يعني ما اتوقع انه يكون منهم يعني. والله هذا الشيء اللي احنا ورثناه، وهذا الشيء اللي احنا يعني وعينا عليه من اجدادنا السابقين ومن القبائل اللي حولنا، يعني من يعني القبائل بصفة عامة، يعني احنا من قبيلة وجزء ثاني من قبيلة، فيجون يقولون انتم اخوان وسبب الاخوة كذا كذا كذا. فاهم عليك. ايوه فهذا اللي احنا يعني وعينا عليه. من الناحية العلمية علم الانسان ما لم يعلم، ولكن والله ما ادري، ما اقدر افسر لك اياها، ما اقدر افسر لك ما لا تعلمونه بالنهايه. أيوة. يعني صح، كنت راح اقول انه ممكن بعد انه يخلق ما لا تعلمه. صحيح، يعني انا سمعت مره عن هذا الموضوع، سمعته يعني مختلف السياق، تغيرت الهاي، بس القصه اللي حكيتها انت سمعتها. كنت نفس فكري الين ما شفت، يعني كنت، معليش على المقاطعه سامحيني. لا عادي يا اخي عادي، الله يسلمك. إلين ما شفت الممسوسة هذه اللي كانت في قرية حول المدينة وتزوجت من الشيخ، يعني طريقة خلفتها أو طريقة ابنها أو طريقة حياة ابنها كانت عجيبة جدا، يعني حتى شكليته، يعني حتى شكليته يوحي لك إنه ما كانش من البشر. ايوه في فرق، يعني في شيء، يعني لا من تشوفيه، يعني في فرق، في حاجه يعني في شكليته، في تحركاته، في سرعه حركته، في اختفائه، يعني سرعه مهوله. ولكن بعد وفاه امه مباشره، يعني ما في 3 أيام او 4 أيام في الكثير توفى. مرة سمعت قصة، كنت أنا دائما كنت أعمل بث كل أسبوع، كنت أحكي عن هاي المواضيع، بس كنت أحكي عن يكون يوم واحد فقط عن قصص المتابعين لها علاقة بالجن. وطلع بتذكر معاي شخصية وتحدثت، يعني تحدثوا عن هذه المواضيع، وانصدمت إنه أنت لو تسمع إنه ما بيقدر يعيش من دون الأم، الوالدة ما بيقدر يعيش من دونها إذا كان هو من عالم الجن، فاهم علي؟ فهي سمعتها مرة من قصة. وبالنسبة لقصة اللي دعم البسة أو القطوة ولا whatever، واحد ثاني، واحدة كمان كانت ماشية بمر بيتها، ممر البيت تبعها،
وبيت جديد يعني كانوا ساكنين فيه. وطلعت قالت القصة على البث، عمري ما بنساها وهي تحكي بالقصة، تقول يعني مو قصتها هي، قصة حدا جارتها حكت لها اياها ولا شيء. دخلوا بالبيت الجديد اللي سكنوا فيه، بمجرد ما دخلت على الممر تبع البيت في الليل يعني الساعة 2 او شيء، حست انها حطت اجرها على شيء على الارض. فمن الواضح انها هي دعست على شيء من الجن، بسمح اطفال من الجن، وقتلت واحد بدون ما تقصد. بقاء تلبسها الجني، واتوقع ابنها مرض، وابنها الثاني اللي كانت هي حامل وقتها توفى اول ما انولد. يعني المراه بيحكوا لعنه صابتها، لعنه خلص يعني انتهى فيش. مشان هيك الواحد بيقول سمي لما تكون ماشي. فقصه هذول الاشياء مشان هيك لازم يتعودوا. نعم دعسوا، دعست عليه وقتلته يعني. ما بعرف انا شو احجامهم او اشكالهم ولا كالبشر يعني، كالبشر، كل قبائل وأشكالهم كالبشر. بس هم ما يطلعون بهيئتهم الحقيقية. البشر يعني يطلعون. أي ما يطلعون. أنا كان تطلعني بهيئة امرأة. يعني يطلعون يخوفوهم. يعني في نوعية من الجن يعني الآن موجودة، يعني تلقينا ممكن في الغابات أو تلقينا في الجبال. اللي هو أبو كشاف وأشياء كثيرة ممكن يطلع. فانوس هذا وأشياء كثيرة، يعني أشياء كثيرة تطلع خاصة في الجبال أو في الأودية الشجرية. الأودية الشجرية كثيرة هذه يطلعون فيها. هذول نوع مخوف من الجن، يقولون له الهول، يعني مسماها الهول. يجي قصير، ممكن يطلبك، ممكن يتكلم معك، ممكن يجي بصورة طويلة جدا، ممكن يعني يتشكل بعدة أشياء، ولكن كالظل يعني كالظل. الصيادة اللي باليمن، في الصيادة بعد. أي هذه عندنا في ينبع النخل، يعني موجودة ينبع النخل في نواحي المدينة المنورة. طيار، في لهم أنواع، اسمه أنواع، أنواع يعني أنواع مرعبة، أنواع عادية زي البشر تطلع لهم مسافرين. قبائل لهم يعني. في منهم دوش، في منهم أنا أتذكر في كندا، في كندا اللي يعني مش أنا القصة مش عني، عن شخص شخصية ثانية. الجن اللي كان في بيتهم كان جن يهودي، جن يهودي كان في مسلمين، في يهود، في مسيحية، يعني حسب يعني عندهم قبائل، عندهم ديانات، عندهم عشائر، عندهم محاكم، عندهم الخير، عندهم الهاي. فهاي الأشياء موجودة صدقا يعني. أنا بعرف إن دي I know. أهلا وسهلا ابن العمومة، أهلا وسهلا. في قصة حصلت الواحد من الشباب في المدينة، اختفى فجأة، فجلس تقريبا فوق يمكن 5 سنوات، ففجأة ظهر. فأنا أعرف ناس يعني محتكين فيه وصلة من قرابته، ولكن مسكين خرج في يعني في شكل مرعب، وشكله يعني للأسف كان منهك جدا، وما طول، أخذ له تقريبا زي 1 سنة و6 شهور وتوفى. هذا تعرفين الموتورسيكل اللي هو احنا نقول له الدباب أو الدراجة الهوائية. ايوه الدراجة الهوائية. فطالع على اساس انه رايح الشباب، وهو في طريقه اعترض له الله يكرمكم كلب، وصدم الكلب هذا. فوقت ما صدم الكلب هذا اخذ وخششه في صخرة. فلا من دخل الصخرة هذه دخل على قبيلة بادية كاملة في بيوتهم، في فودوه للشيخ القبيلة. ايش هذا؟ قالوا هذا دعس فلانة، سموها صدم فلانة. فقال يسجن إلين ما تشفى فلانة هذه. هذا وجدوا الموتورسيكل تبعه، يعني وجدوه في المنطقة اللي هو اختفى فيها. فمن القصة اللي هو يرويها يقول سجنتني هي نفسها العجوز اللي أنا صدمتها، فكانت تجيني هي وبنتها فيجيبون لها أكل، يقولون لها الأكل هذا من غنم فلان، الحليب هذا من إبل فلان، العسل هذا من خشبة فلان، ويحافظون بس على حياته. يقولوا ساجنيني في يعني مكان مبني من الأخشاب وشديد جدا ومربوط وما أقدر أتحرك فيه. يقول أشوفهم فيهم فرسان، في خيول وفي إبل، وعندهم ماشية وناس يعني عرب اللي ما يعرفهم، يقول ناس. يقول فالبنت زي اللي حنت علي، حنت عليه متى؟ بعد ما تشافت أمها. فتجي العجوز، يقول العجوز شرسة جدا، انت ليش تعديت علي؟ انا ما ضريتك، انت ليش تعديت علي؟
يقول انا ما تعديت عليه، انا مجرد لفت يعني لف لا 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 الاطار تبع الموتورسيكل هو اللي لا يعني لف فجاه كذا يعني الدركت اي وفا. يقول لا مباشر يعني ماني ناويها، فهي تقول لا انت ناوي انك تذبحني، فبان والله افكك نسى اني افكك. فالمهم يقول للبنت هذه استلطفتني. طيب كيف طلعت انت من دام ان العجوز هذه هي الساجنه؟ قال حصلت بينهم وبين قبيلة ثانية جايين يبغون يخطبون من عند القبيلة هذه، فصار فرفضوا وصارت بينهم حرب من نفس القبيلة. يقول فجاتني البنت وفكت الباب قالت لي أمي لا تشوفك امشي. يقول ورتني صخرة قالت لي روح للصخرة هذه ولا تلف وراك، يعني لا تلتفت وراك خليك على وجهك إلين ما تطفر الصخرة هذه، لا طفرت الصخرة هذه أنت خرجت من عالمنا. يقولوا فعلا فكت عني والحرب ضروس بينهم قائمة في سيف وخيل، يعني ما هو زي حروب أنا بنادق يقول لا سيف وخيل. يقولوا طلعت أنا من المنطقة هذه اسمها في المدينة اسمها أبو ضباع، المنطقة هذه موجودة في المدينة اسمها أبو ضباع، في ناس كثير يمرون فيها الآن، يعني مستحيل تمرين من المنطقة هذه ما يحصل لك شيء، يعني ما تشوفي شيء، ما تشوفي حركة غريبة، ما تشوفي حاجة مقصودة مرصودة، يعني ما مستحيل تمرين من المنطقة هذه، ما حتى شكليتها في الليل تختلف عن شكليتها في النهار، يعني لا 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 الرهبة اللي فيها تختلف يعني حتى في المكان صحيح أيوة يعني فيها رهبة كذا. فإلين ما عد الصخرة هذه، بعد ما عد الصخرة هذه قل لديت وراي إلا أنا ما في لا قبيلة لا بيوت لا غير، فانكب على وجهه. فلا من طلع جو ناس أهل خير بينوا له وراحوا، قال لهم أنا ما غبت يعني أنا غايب لي يمكن حسب حسابي أنا شهرين أو شهر أو زيه. قالوا وين شهرين أنت لك 5 سنين أنت غايب، أمي فين؟ أمي توفت. أيوة فالمدة الزمنية تقريبا عندهم برضه زمانهم غير صحيح عندهم أيوة. في اختلاف. فقال أنا لي 3 شهور أو زيها. قالوا وين 3 شهور أنت لك 5 سنين يا رجل. فمن الصدمة وهول الشيء اللي هو عاشه ما طول، يعني بدأ بتضاعف وبدأ في أمراضي لأن ما توفى الله يرحمه ويقبله. فهذه أحد القصص المروية والمشهودة، يعني مشهودة وناسها معروفين، يعني وحتى أخوان الرجل هذا ما زالوا موجودين ومعروفين وناس كبار في سنهم، يعني هذول من الأشياء يعني من الناس اللي مرت عليهم أشياء يعني ملموسة. قصص الجن بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيك العافية. يعطيك العافية ديالة. مساكم بالخير جميعا. بس تعقيبا على كلامكم في حرب 2008 في حرب الفرقان في قطاع غزة، وفي حرب 2014 بعد الحرب في عدد كبير من الجنود الصهاينة بروحوا على مراحل تأهيل نفسي، بروحوا على مراحل مراكز يعني إعادة تأهيل، بكونوا يعني زي مرضى نفسيين ما بعد الحرب. ففي يعني شهادات وروايات كبيرة. أول حاجة الدين اليهودي بشكل عام بيؤمن في الجن زينا، الدين اليهودي دينهم هم بيؤمن عندهم إيمان في الجن زينا، يعني حسب اعترافاتهم موجود على الإعلام موجودة ودائما بيحكوا فيها إنهم كان في غزة في بعض المناطق الشرقية اللي كانت الحرب محتدمة فيها وكان يصير خسائر كبيرة فيها، كان في أشباح على شكل ظلال ظل بقتلهم بالسيف. هذا روايات يعني حقيقية وموجودة. كان في يطلع لهم من بين الحرب من بين الدبابات من بين الآليات أشباح تقاتلهم بالسيف على شكل ظلال، فهذا تصديقا يعني للرواية. ولحتى الآن هم لحتى الآن في عام 2023 في بعض منهم بتعالج من الصدمة النفسية. صحيح. فهذا الأشياء يعني واردة وخصوصا الملائكة تحرسنا وتحمينا يعني، لكن كل شيء وارد. لما تكون أنت في حرب وأنت صاحب الأرض والمصر وفلسطين ربنا بودي لك جنود من عندك. طبعا هذه قضية عادلة، قضية دينية عادلة. وخلينا أحكي لكم شغلة صارت معنا إحنا شخصي في 2014. أنا أسكن في حي الشجاعية، في عام 2014 منطقتنا صار فيها زي سمعتوا أنتوا قبل هيك في حاجة اسمها مجزرة الشجاعية، مجزرة الفجر في عام 2014.
إسرائيل يومها انخطف منهم جند إسرائيلي فطبقوا قانون. أخوي أذكر أذكر اسم الكيان لأن اسم الدولة أو هذا النوع اللي يحضر البث. لا لا عادي بثنا. لا اسم الكيان الإسرائيلي أو إسرائيل مش من الخوارزمية اللي بتعطل فيها الكلام. الخوارزمية اللي بتعطل فيها الكلام شهيد مقاوم حماس أي حاجة لها علاقة بهذا الموضوع. خلينا نركز على الموضوع بس. هو في حال حد عمل بلاغ يعني. الفكرة يا ديالة إنه في 2014 في هذه المجزرة الساعة 2 في الليل حتى الساعة 8 الصبح إحنا شفنا يعني أشياء أشياء حي يعني اللي قديش بدي أحكي لكم فيها أو تسمعوا فيها 1% مش هتقتنعوا فيها. يعني كان قانون حنا بعل هذا الأرض المحروقة كل أنواع الطيران تقريبا حسب اعتراف إسرائيل أكثر من 1500 طيارة عسكرية اللي في 16 واللي في 35 شاركت في هذه الضربات على مربع سكني مسحوه والمدفعية كانت تضرب. كنا نسمع المدفعية كنا نسمع الطيران يخترق جدار الصوت ويرمي البراميل. كنا إحنا وأهلي موجودين في البيت فأمي كانت يعني تقرأ سورة ياسين حاضنة خواتي. أنا لا يمكن أنسى هذا المشهد. كان والدي قاعد على الكنبة مش عارف إيش يعمل. كنت أنا أتواصل مع الصليب الأحمر كان يحكي لنا إسرائيل أعلنت أنتم منطقة عسكرية مغلقة مستحيل ندخل عليكم. كانت الأرض بتتحرك من شدة القصف. البيت يعني بروح يمين وشمال. إحنا بيتنا 5 طوابق أعمامي وهي كنا كلنا هيدنا يعني كانوا كلهم تحت عنا طابق الأرضي. المشهد هذا لا يمكن أنساه. كانت كل قذيفة نسمعها جاية على بيتنا نسمع يعني صوتها بتعمل زي هيك. كل قذيفة تيجي على بيتنا لأنه إحنا البيت الوحيد اللي كنا في الشارع إحنا ما شردنا يعني ضلينا موجودين. كل قذيفة تيجي تقع في شارعنا وما تنفجر في قذيفة والله العظيم 3. أنا بحكي كلام يعني موثق وموجود يعني ببعبش في الفيديوهات وبطلع لكم إياها موجودة الفيديوهات. القذيفة تنفجر تقع في الشارع من قوتها تخترق الجدار وتخش عندنا في الصالون ما تنفجر قذائف مدفعية. من هول المشهد للساعة 8 الصبح لما توقف القصف طلعنا برا كان المنظر يعني مريب. كان الدخان القصف والدخان الفسفور مال الشوارع. الناس كانت تجري اللي عايشين من الحارة اللي فوق بجروا النسوان في شعورهم اللي حامل شهيد اللي حامل أشلاء. يعني هذه مجزرة صراحة كانت يعني مؤسفة جدا. يعني واحدة حيتها تقريبا من مربع سكن واحد 200 شهيد. اللي شفناه انه في كل البيوت اللي حوالينا منفخة يعني مقصوفة ومهدودة الا بيتنا كان واقف صامد موجود. وحوالي تقريبا في شارعنا تقريبا اكثر من 35 قذيفة ما انفجرت واكثر من بيت حوالينا يعني زي كيف الكيكة لما تقطعها بالسكينة نفس المشهد. وكنا نسمع يعني على الفجر تقريبا حتى ما كانش في صوت أذان. كان رمضان أيامها لأنه ما مين بتطلع على جامع يعني في عز القصف هذا. فكنا نسمع صوت أذان غريب صوت يعني كأنه من الجنة جاي والله العظيم كأنك تقول يعني أحد مشايخ السعودية اللي قاعد بيحكي في بيقدم. كنا نسمع صرخات الله أكبر تطلع. كنا نتعجب نقول مين هذا المجنون اللي طالع في الشارع هيك ايش فيه ايش اللي بيصير. فوالله العظيم 3 يعني انا من بعد هذه العملة انا صرت مقتنع تماما 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 بهذا الموضوع. افتح فريق المساعدات. هاي المساعدات بتدخل ماذا مستشفى ميداني تركي. انت اللي بتفتح انا كيف معلش بتشتي وقاطع الكهرب. هاي المساعدات الآن بيدخلوهم ولا ما راح يدخلوهم يمروا بالأمن الشعبي؟ هسه داخلين على غزة هسه بس حيتفتشوا يعني حيروحوا على الجانب الإسرائيلي علشان يتفتشوا. هذه الكونتينرات مسكرة هي عبارة عن مستشفى ميداني تركي وصل امبارح للعريش. هاي مسكر أفاد اللي هي دائرة الكوارث التركية. هذه مساعدات أفاد اللي بيعرفها هي دائرة الكوارث التركية من الدولة التركية. هي لسه في الإسعافات هلقيت حيمرقوا تقريبا أكثر من 100 إسعاف وتقريبا أكثر من 4 مستشفيات ميدانية وأطمار كبيرة من المساعدات. هم داخلين هلقيت خلاص حيتفتشوا في الجانب الإسرائيلي
وبعدها راح يدخل على غزة. طب أنا مش فاهم دخلوا بالمساعدات ليش الناس اللي عند القصف بوصلهم مش شيء؟ لا لا مين شوفي افهموا فكرة، أول حاجة هذه مساعدات طبية. ثاني حاجة المساعدات الطبية أي مساعدات بتدخل سواء طبية أو علاجية أو غذائية أو 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 يعني أي حاجة بتدخل عن طريق هي بدها تلف هي جاية تاني بتدخل عن طريق الصليب الأحمر، تنسيق الصليب الأحمر. الصليب الأحمر بيمسك هذه المساعدات بعد ما تيجي من الجانب الإسرائيلي وتم تفتيشها، وبتدخل على بتدخل على مساحة جنب معبر رفح بيستلمها الصليب الأحمر أشخاص معروفين معهم لابسين فوسفوري، الطيران الإسرائيلي فوقيهم يعني ما بفارق الاستطلاع، لأنه أي حدا تاني بخش عليهم راح يتم استهدافه، هيك السيستم معمول. هايهم بلفوا عالقين حاليا دخلوا على غزة. هي قاطعة الكهرباء عشان هيك انتم مش هتشوفوا أكثر يعني. وبعدها بعدها يا ديالة المساعدات هذه مين بيستلمها؟ الوكالة اللي هي الأمم المتحدة. الوكالة بتمسكها بتروح بتوديها على مخزنها في مناطق اللي هو غرب مدينة غزة، غرب مخيم في وسط غزة، غرب مخيم دير البلح. بتم توزيعها داخل المخيم بتم توزيعها داخل المركز هذا وتقسيم الحصص، لكن للأسف الشديد غزة وشمال غزة ما لها نصيب في أي مساعدات، لأن إسرائيل أعلنت إنه اطلعوا يا أهل غزة وشمال غزة من غزة اطلعوا باتجاه الجنوب، فبالتالي فصلت الشوارع بالدبابات وفصلت الشوارع بالطيران وبتمنع دخول وخروج أي حاجة سواء بني آدمين سواء لجان أممية سواء أي حاجة بتمنع دخولها بتمنع دخولها لمدينة غزة وشمال غزة. مع ذلك إحنا بنحكي على أعداد كبيرة موجودة حاليا داخل مدينة غزة وداخل شمال غزة، أعداد كبيرة من الناس ما نزحت، بعانا أوضاع اقتصادية وأوضاع إنسانية سيئة جدا. هاي هلا المساعدات أفاد الله ينصرهم يا رب. اللهم آمين. الله ينصركم ويشد أجركم ويحفظكم من تحت ومن عن جنبكم يا رب، يحفظكم من كل ضرر يا كريم يا رب.